اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا لعبه ايه النهارده. ايه ده؟ بصوا دي لعبه شكلها ايه ده ايه ده ايه ده. بصوا نتفرج كده عليها من قريب. رقم بتاعها 6629. واو دي لعبه بلاي موبيل وسانتا كلوز العملاق اكس اكس لارج. واو شفتوا بقى كبير ازاي. تعالوا بقى نفتحه ونتفرج عليه. الراجل الفظيع قوي ده، الله شفتوا بقى شكله كبير ازاي. ايه ده، ده كبير خالص. بصوا ايده بقى بيطلعوا كده، نقدر ان احنا نسلم عليه. واو ايده بقى فعلا عملاقة وجسمه كمان كبير جدا. سانتا كلوز الكبير قوي ده، ايه ده شفتوا بقى كبير ازاي. ده حجمه فعلا كبير قوي، بيقدر ان هو بقى يرفع ايه الراس بتاع الدقن بتاعته. واو لا 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 انا فعلا عجبني جدا، مكنتش متوقعه صراحه ان هم هيعملوا بلاي موبيل عملاق قوي كده سانتا كلوز بمناسبه الكريسماس. بيقدر كمان ان هو يحرك يمين راسه يمين وشمال وينزل كده دقنه ويفتحها. الله لا ده شكله فعلا جامد جدا. بص بيرفع بقى ايده كده وبيرفع كمان دقنه. الله ده شكله فعلا جامد قوي. اوكي ممكن بقى ان انا انزله بقى كده وخليه بقى ينزل ايده. واو 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 لا انا فعلا عجبني قوي سانتا كلوز بتاع كريسمس العملاق. ايه ده، ممكن نقعد نلعب بقى بيه انا واحنا واصحابنا. انا شايفه ان فكرته جامده كده، اتمنى يكون عجبكم. بليز وريلي في الكومنتات رايكم فيه. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.